Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya, sekarang masih surat Asyura. Sekarang mulai surat Asyura ayat 54 ya teman-teman. 53. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تستووا على استغفركم عليكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأشفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستبشرون بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولم جئتكم
الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يقسمون رحمة ربهم نحن فصلنا بين معيشتهم في الحياة ورفعنا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بيت بعد سخرية فرحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من قلوبهم وجعلناهم سلفا ومرسلا
Min indina inna kunna mursilin
rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi shakkin yal'amun fattaqi yawmum ma ta'ti ta'tissama فَدَعَا رَبُّهُ رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْبًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وجروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام العظيم كامل يغلي في البطون فقل إلى الحميم خذوه فاقتلوه Yang mengenai
العين يدعون فيها بكل فاكهة فيها آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقوهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح بآيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون كل أفاك أسير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستقبرا فأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا أن اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا تغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآياتنا فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هو إلا يظن فإذا تتلى عليه آياتنا بينات ما كان
Kutsatahum illa angkalutu bi'aba ima inkuntum sodiakum. Kulillahu yuhjikum summa yumidukum summa yajma'u summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati. La raiba fihi walakin asarun nasila ya'lamu. Walillahi mulkus samawati wal arwa yawma taqumus sa'atu yawma idu yakhsaru mubisilu wataro kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tusawna ma kuntum ta'malin hada kitabuna yang yantiqu alaihim bilhaq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا تَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَدْرِي إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ يَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله. Biasanya pulangnya aku tuh jam 11 atau jam apa? Biasanya pulangku tuh jam 11 atau setengah 11 atau jam 10. Sekarang setengah 12 baru pulang. Nah, tadi nyelesain ngajinya belum selesai. Aku lanjutin tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah selesai itu kadang sampai rumah aku nggak tentu bisa nyelesain. Kadang kesibukan gitu, kadang gimana ya udah kadang ada perlu jadi nggak bisa, jadi mending diselesaikan ini sampai mau pulang hampir jam 12, padahal biasanya nggak pernah pulang jam segini ini. Tapi udah aku kukuti, tinggal nah, tapi hanya ini yang belum selesai, tinggal aku masukin gitu, aku tumpuk di tengah terus aku ikat. Capek banget ya ngajinya sampai diulang sampai 3 kali, karena tadi pertama ada pembeli, kedua apa itu tadi lihat-lihatnya, maksudnya tanya belum ada yang cocok gitu, namanya jualan gitu banyak yang sering tanya-tanya gitu teman-teman. Ya dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut capek banget ya Allah sekarang ya teman-teman. Kadang itu mau tidur siang juga nggak bisa tidur siang, kadang nggak ngantuk, nggak istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa ikuti IG aku, masih pada 15.12 Sabtu.